علاء الدين هيزورك في البيت. اي موهبة ما تكونش عادية هنقدمها في برنامجكم مواهب من البيت. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زياد صلاح، عن 7 سنين، من القاهرة. دلوقتي يا صاحبي هقولك شعر بهديه لأمي. أنا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، أنا لا أكون لولاها، والله ونعنى بالحياة بلاها، أنا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان. أمي أمي يا بسمة فخري وفرحة عيني يا باقة زهري وقصيدة جياري. آهن يا أمي آهن يا أمي، كم عانيتي كم شقيتي، كأن نمتي وكم ضحيتي، لا أعرف كيف عنك، لأي عبارات أهاديكي، أرقى لك حبا أرقى لك حبا، وأقب بروديك رشق، أطلب رضاك دوما وأصلي لأجلك عمرا. سامحيني سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجز عن الكرام. حضرت الورشة أصحابي بتاعت علاء الدين واتبسطت جدا. وانتوا كمان يا أصحابي نموا موهبتكم وطاروا نفسكم مع علاء الدين. باي باي. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، رئيس التحرير حسين الزناتي. لو حابين تشاركوا معنا راسلونا هنا على عنواننا، وما تنسوش تستنونا في الحلقات الجاية. باي.